السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ عساكم طيبين، معاكم عمر وعدنا لكم اليوم بفيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير، مثل ما تشوفون نزل تحديث جديد اللي هو تحديث السنجاب، او يسموه تحديث الالعاب اتوقع كذا اسمه. فقلنا يا شباب نصور لكم هذا الفيديو وننزل لكم اياه باقرب مدة، والله يسعدكم يعطيكم العافية وشكرا لكم على الدعم وكل عام وانتم بخير. الله يسعدكم، اتمنى منكم تنشرون هذا الفيديو في كل مكان وتضغطون زر اللايك وتشتركون اللي مو مشترك، وش باقي بعد يا عمر؟ واكتب تعليق. يلا يا اخوان ما نطول عليكم الكلام، خلونا نروح نستكشف ونشوف وش اللي صار. طيب قبل يا شباب ما اروح، فيه اشياء صارت معي، يعني انا بوريكم الحين شغله. شوفوا شوفون هذه الزرافه، هذه الزرافه شوفوا ما فيها اي شيء، لا فيها لا ركوب ولا طيران. حلو حلو، كيف جبتها يا عمر؟ كنت اسوي تطوير للشادو علشان اخليه ميجا، مو ميجا يا عمر، نيون افهم. اوكي انا كان عندي 4 شادو، اوكي كلهم طبعا كاملين الا واحد كان باقي له اخر مرحله، جيت كنت اطوره كذا، قلت خلف الكواليس اطوره عشان يكون كامل ثم اسويهم نيون. فيديو طبعا كل هذا بسوي بفيديو. ففجاه جاني واحد وسوى لي تريد واعطاني هذه الزرافه يا شباب، كذا جتني كذا من غير تسجيل على الحظ وبدون اي شيء. قلت شكله هذه بتصير يا شباب نادره، انتم اكتبوا لي في التعليق اوكي اذا هي نادره ولا لا، وايش تجيب مثلا. المهم هذا هو التنويه اللي انا حبيت اسويه يعني او اقول لكم عليه. فانا الحين يا شباب بتوجه للمكان اللي اللي هو مكان الالعاب، بعدين بروح نشتري سنجاب، عرفتوا؟ اوكي. طبعا يا شباب للتنويه هذا الفيديو جديد، في فيديوهات سجلتها قبل هذا الفيديو راح تنزل لكم، ما راح تكون عندي هذه الحيوانات الاخيره اللي جابها حسين او الزرافه هذه الجديده، فلا تستغربون يا اخوان عادي لكنها موجوده تطمنوا. طيب احنا يا شباب وصلنا الى المكان هذا، اوكي. لا انا بدخل من فوق ولا من تحت؟ خلنا ندخل يا عمر من فوق، مكان جديد. يا الغالي تكفى بيدخل يا الغالي، الله يرحم والديك، بليز بليز يا شيخ بليز. ممنوع، اوكي يلا ما في مشكلة ندخل من هنا. طيب هذا مكان الالعاب، وش فيه؟ واو يا حبيبي ايش هذا؟ والله مكان جامد، لا ما ينفع لازم اطير يا شيخ. شوفوا كيف، والله جامد. واو والله بطل، الله تكفى فيه مسدس الكاندي، رجعه ما رجعه، والله نفسي فيه مسدس الكاندي يا عمر نادر ترى، والله ادري يا شباب انه نادر. وفي كثيرين طبعا يكتبون في التعليقات يا عمر بالله يسوي فيديو وانت تسوي الشادو النيون، ابشروا ابشروا والله لا تشيلون، بسويه ان شاء الله نيون، ما عليكم سجل له فيديو. برضه شباب الزرافه في الطريق ابشركم يعني. طيب يا اخوان خلونا ننزل نشوف هذا اللطيف وش عندك. السلام عليكم كيف الحال؟ هلا والله جيناك في شو اسمه محل الالعاب، يلا ايش عندك؟ ابي اشتري لعبه يا الحبيب. ابغى اشتري لعبه، ابغى اشتري لعبه، ليه ما يبيعني لعبه هذا ليه؟ هنا يا عمر تشتري العاب. اعرف ايش اللي جندري من اللي مو اللي جندري. اوبا شوفوا هذا شباب 1300 ريال، والله هذه حلوه صح، وابغى الونها الونها على كيفي صح. ايش احط لون، ايش احط لون، ايش احط لون؟ ما في مشكله بختار لون الاحمر صح، احمر حلو. لا خليها زي ما هي زي ما هي، ابغى زي ما هي يا الحبيب. هذا اللون حلو، الله تكفى طير. ايوه ايوه طير، بس اسحب 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 على البات. الله واو والله جامد يا شباب ذا المكان، الله عليك يا عمر الله عليك. واو شفتوا كيف يا اخوان، والله جامد. اوف وش هذا فوق؟ في صاروخ، نطلع يا شباب فوق الصاروخ ونكون اول ناس نصعد الفضاء. والله شباب صعدنا الفضاء، نبغى نصعد فوق السماء يعني هنا اي اعلى شيء. يا سلام في باقي مكان اعلى، نجوم مدينا، اوقف على النجمه 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 النجمه، وقف على النجمه يا دب وقف. لا 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 يا اخي ابغى هذه، وين راحت؟ ابغى كيف حالكم يا الغالي؟ تكفى وقف على النجمه، تكفى وقفت بليز وقف، ما يوقف يا اخوان على النجمه ما يوقف. خلاص اتوقع اني وصلت السقف صح، الا لا شو قاعد 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 ايش اسمه قاعد يحاول يوصل فوق، ما يوقف يا اخوان على النجمه قهر. واو شو ذا المكان، اوكي هذا الشمس، الشمس اللي مو مدوره. الله عليك يا والله يا عمر يا شباب الولد يعرف يوصف يا اخوان، ما عليكم ما عليكم. طب ابغى اتمشى في القطار يا الحبيب ممكن؟ لا ابغى اخذ لي لفه. خلاص رجع هذه شكرا يعطيك العافيه، ابغى اتمشى في القطار.
بليز يا رحم والديك بسوق بسوق القطار ما تسوق والله السحابة شوي حق القطار نطلع السحابة حق القطار والله أقدر أبغى أرجع هذه وينها وسيلة المساعدة يلا وسيلة المساعدة الله عليك شفتوا كيف يا شباب في فوق السحاب حنا الحين حنا طايرين فوق طحت بغيت يعني أطيح إلا شوي ما يمشي القطار يا شباب القطار بليز بليز القطار ماشي والله حلو يا شباب مركز الألعاب طيب جيت الجهة ذيك بشوف هذه الجهة نفس الشيء والله نفس الشيء صح طيب خلينا نشتري دراجة أبغى دراجة 120 ريال وأبغى لون الدراجة خلي هذا اللون يلا أبغى تمشي أعطيني طيب دراجة وين الدراجة الدراجة وين راح مو هنا مو هنا يا عمر تلقاها هنا في هذا أي هنا 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 أيوه هذه لا يا أخي مو هذه أيوه هنا هنا يا أخي يقول لك يو دونت يعني ما تقدر هنا اوكي صح هلا بالطيبين يلا حيهم كيف حالكم يلا بتطلعوا انتم في الفيديو انا اكتب لهم كذا رساله افرحهم اوه في هذا ايش هذا خلنا نشتري ب 60 ريال يلا نفس اللون ناخذ زهري اللون اللون حلو اوكي طيب هذا ايش اوه هذا شباب 2000 ريال واو اوكي شباب بشتري هذا بشتري هذا اللون الله عليك يا سلام شوف كيف عزيزي المشاهد انظر بتعلق في السحابة الله جميل متابعين الرهيبين ما شاء الله تبارك الله كل عام وانتم بخير متابعين الاعزاء قلت لهم يلا الحين بتوجه لمكان السنجاب الجديد خلونا يا شباب نتوجه لمكان السنجاب الجديد ونشوف وين السنجاب هذا وين وين السنجاب اوه لا لا اطلع اطلع انا غرقت يا اخوي نيد شاور انت غرقت تو الحين خذيت شاور سفري يا الحبيب ايش فيه بسم الله أول شيء خلينا شباب نرجع على الببغاء بسم الله على بركة الله لحظة 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 شباب دقيقة دقيقة بالله بالله شباب دقيقة أنت كنت تاكي هناك بس خلاص روح وقتك خلاص يلا خليك هنا قاعد شاطر هلا بالسنجاب الجديد شوف شوف يا حليلة والله جميل أوكي خلنا نشتري هذا هو يا حليلة هذا هو يا إخوان السنجاب الجديد يا سلام والله حلو يا سلام شفتوا كيف يا شباب اوكي شباب قلت لهم خليكم كلكم عند السنجاب بناديهم على واحد واحد مشاري تعال نبدا مع مشاري ايوه بعطيهم شباب هدايا يستاهلون دقيقه 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 هناك هناك يلا تستاهل يا مشاري عفوا عفوا حبيبي عفوا الله يعافيكم عفوا هذه عيديه الله يسعدكم متابعين الاعزاء شوفوا شباب انا اخذت اربعه الحين وقبل ما اخذ الاربعه اعطيتهم كلهم هدايا للعيد يستاهلون كانوا موجودين وحظهم حالفهم فالله يسعدهم يستاهلون وان شاء الله اني في يوم من الايام اقابلكم انتم بعد اعزائي المشاهدين واعطيكم هدايا باذن الله فمثل ما شفتم يا اخوان كان هذا هو الحيوان الجديد اللي اضافوه اللي هو السنجاب اللطيف وهذا اخذتنا منه واعطينا المتابعين يستاهلون والله يستاهلون عيدية عيدية بسيطة فالحين انا خلاص بختم هذا الفيديو الله يسعدكم يا اخوان مثل ما تشوفون كان هذا فيديونا لليوم اتمنى تكونوا استمتعتوا لا تنسون الاشتراك واللايك ونشر هذا الفيديو الله يعطيكم العافية في نهاية كل فيديو احب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سلام